كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي تكون دائما عنوانا للمحبة والمودة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير. أشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى أقول إن إحنا في مصر، يعني طائفة البهرة اللي موجودين هم عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير. وأتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بوسط الشعب المصري يعني.